هاي، كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الحوت، رح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية والعامة لإلك وللشريك. رح اتحدث كذلك حتى فيها عن كثير امور تتعلق بالعزاب، وهذه القراءة تنطبق على برج الشمس القمر يطالع، وفي امكانية ان تكون قراءة عكسية. اوكي، بالنسبة لك يا برج الحوت، عم شوفك تتحدث مع احد من الانترنت، عم شوفك كذلك ممكن هذا الانسان يجلب لك سعادة كتير كبيرة بهذه الفترة. عم شوفك كتير سعيد، وحتى انه انت ابتعدت عن كل الاشياء اللي عم تخلي لك او عم تجعلك يا برج الحوت غير سعيد. اوكي، عم شوفك كتير سعيد بالوقت الحالي، وفي يعني كأنه هذا الانسان عم يجلب لك سعادة كتير حارمة. بالنسبة للشريك، عم شوفه شخص ممكن يكون برج من الابراج المائية او من برج الثور الجوزاء كذلك. عم شوفوا هذه الشخصية شخصية رومانسية جدا، وشخصية حالمة، وممكن حدا كتير حالم جدا، يعني عم يكون شخصية بتروح لأبعد الأماكن. أوكي، عم شوفوا لهذا الإنسان شخصية كذلك متقلبة المزاج، متقلبة الفكر، شخصية عامة الأبراج المائية أو الأبراج اللي هي روحانية كتير كبيرة بتكون متقلبة، ما بتكون ثابتة على مود واحد. بالنسبة لمشاعرك تجاه هذا الإنسان، عم شوفك سعيد جدا. أوكي، في سعادة، بس عم شوفك كأنه هذه العلاقة أنستك المشاق اللي كانت بالماضي، وعم تجيب لك سعادة أكثر، وكأنه عم توازن حياتك أكثر. بالنسبة للشريك كذلك، عم شوف على أنه هذا الإنسان بيبعث لك يعني تقريبا الطاقة فيها نوع من الأوقات عم تضحكوا مع بعض وبكون فيها مشاكل، أوقات عم تكون الأوضاع ثابتة، بس عامة أنتم من الشخصيات، وعامة عم شوفها الشخصية اللي هي بتتذاكروا بشيء وعم تتصالحوا يعني بسرعة، يعني عم شوف هيك العلاقة. عم شوفه لهذا الإنسان كذلك بحب أنه يكون معك، وعنده رغبة أنه يكون معك ويستمر معك كذلك. بالوقت الحالي انت عم شوفك متجاكر معه ومبتعد جدا. اوكي، في مشاعر كتير قوية وعم يجلب لك سعادة وعم يجلب لك هذه الطاقة الحلوة، بس بالوقت الحالي ما عم تحكي معه ابدا، بس عم تحبه لهذا الانسان، مبتعد عنه وبتحبه. يعني في علاقة عاطفية هون طفولية اكثر. عامة الإنسان لما بيحب بيصير طفولي أكثر، بيصير يعمل أشياء طفولية، بيزعل من أشياء بسيطة، يفرح من لأشياء بسيطة. وعامة برج الحوت برج رومانسي حساس طفولي هيك، يعني إذا حب هو بحب مثل الأطفال، ممكن هيك أنا عم شوفك يا برج الحوت. عم شوف شوي لأنه أنت تحبه لهذا الإنسان، بس ممكن حاليا مبتعد عنه. إيه، عم شوفك مبتعد كذلك، حتى هو يؤرقه ابتعادك عنه، بس هذا الإنسان يريدك بالرغم من أنه رح يعمل خطوة. إذا أنتم مبتعدين رح يعمل خطوة لإصلاح أمور بينك وبينه. عم شوف لأنه مستقبل العلاقة جيد جدا، في هابيناس وفي فرح وفي كل شيء، طاقة جيدة لنجاح هذه العلاقة. عم شوف على انه ممكن هو اذا كان يريد الزواج منك، فهذا الانسان ممكن يكون اجمل اب، وكمان يعني رجل محب. هذا بالنسبة للرجال. عم شوف على انه يعني بيقول لك انه الكونكلوجن او القريب انه تكون هذه العلاقة تصل الى مرحلة متقدمة. اوكي، او يكون نتاج لهذه العلاقة، يا يعني تتطور وتصير بعلاقة زواج، شيء مثلا يتعلق بالزواج، او تصير شيء لازم تحصلوا على نتيجة.
يا تبتعدوا عن بعض يصير في علاقة زواج. وكمان هون بيقول لك فاميلي، يعني تقريبا انه راح تكونوا أسرة مع بعض. اوكي، عم شوف كذلك يا برج الحوت، لانه انت شخصيتك جذابة بشكل غير طبيعي للشريك الآخر، عم تجذبه بشكل مش طبيعي أبدا. ممكن أنت تتعامل كما قلت مع هذه الأبراج، أو تتعامل مع أبراج مائية بامتياز، هوائية ونارية. عم شوف أبراج الحوت وخاصة العزاب عم شوفهم يرغبون كتير بعلاقة استقرار، يحبوا فيها وينحبوا يعيشوا الحب من قلبهم. عم شوفهم كأنه في عندهم كمية مشاعر كتير كبيرة بس عم يخفوها عن الناس، كأنه عم يظهروا شيء ليس منهم. يعني بدهم انه يكونوا بعلاقة، بس علاقة جدية، علاقة توصلهم لمراحل كتير كبيرة. اوكي، كان صار لهم هذه السنوات الاخيرة او الاشهر السابقة عم يتعرضوا او عم يتعرفوا على ناس خائنين، ناس مش بنفس الثقة الذي يعطوها للناس الاخرين. اوكي، عم شوفهم اكتر منزويين لحالهم، بس شايلين كتير مشاعر بدهم يعيشوها مع شخص اخر. اوكي، ما عم شوف صراحة في شخص، ممكن في تواصلات على الانترنت، في حكي، في كلام، بس ما عم شوف في شخص جدي يأتي الى برج الحوت ليتواصل معه. اوكي، بالنسبة عامة للحياة العامة يا برج الحوت، عم شوف في حدا رح يعني رح تلتقي معه، ممكن يجي للبيت، عم شوف في سعادة رح تأتي، ممكن حتى للبعض يكون في زواج. عم شوف كذلك الأوضاع المالية ليست بالجيدة، وعم شوفك ممكن للبعض فيكم ممكن يغير بيت أو يعمل إصلاحات بالبيت كذلك. عم شوف كذلك حتى في رغبة كتير كبيرة للتزويج ولا الوضع العاطفي. عم شوف الطاقة تقول إلى الوضع العاطفي كتير. عم شوفك يعني تقريبا حابب إنه تكون بعلاقة، بس عم شوفك موتر، كأنه خايف، خايف من المستقبل، خايف من الأشياء التي ستحصل بالمستقبل. بس عم شوفك تريد الحب، تريد الزواج، تريد الاستقرار العاطفي، كأنه عندك احتياجات كتير كبيرة بهذا الشهر لكن ما يتعلق بالوضع العاطفي. عم شوفك كذلك على انه تطلب الله كل يوم وكل ليلة لتحقيق متمنياتك، بس ان شاء الله راح تكون خير بإذن الله. عم شوفك كذلك حاسم قرار الى البعض منكم عم شوفهم يتخذون قرار تجاه علاقة حب، على انه انت ممكن قدام فرصتين، عندك فرصتين بالحياة، يا اما بالعلاقات يا اما بالعمل يا اما، وانت حائر. اوكي، او اخذت قرارك حاليا، عم شوف في اخذ قرار او حسم بهذا الموضوع، كان انه عندك فكرتين او عندك تو اوبشن بالحياة، يعني قرارين بالحياة او فرصتين بالحياة، واخذت قرارك حاليا. عم شوف كأنه الأمور صارت أوضح وصار في نوع من الوضوح بالعلاقة أو وضوح بالعمل أو وضوح، يعني كل واحد وعلى حسب. أوكي، يعني في تو أوبشن بحياتك واخترت واحد منهم، حسمت. أوكي، في حسم. عم شوف على أنه الشريك شخص عنده مركز عالي، مركز بالشغل جدا عالي، ممكن حتى الوضع الاجتماعي او الوضع العائلي الاسري تبعه كتير، يعني بعائلة راقية، بعائلة عندها اسم. عم شوف كذلك على انه هالانسان يعني عم تشوفه كأنه ملك حب، يعني انسان عنده يعني كلامه معسول، بيعرف كيف يحكي، خاصة بالكلام اللي يعني بيعرف كيف يجذب الشريك، يعني بيعرف كيف
يغوي الشخص الآخر، عنده هالتكنيك بحياته وبيعرف يعني كلامه معسول هالإنسان. أوكي، هنشوف كذلك على إنه هالإنسان ممكن الشيء اللي عم تحبه فيه إنه يعني ممكن عم يجاهر بحبك أمام الملأ، وعم يعني كأنه ممكن سبب الخصام، وهذا ما عم يظهر لي حاليا لأنه عم شوف في نوع من الخصام أو في نوع من الحيرة عم تحصل لك حاليا، أنه هالإنسان بالرغم من كلامه المعصول وأنه بيقول لك كتير أشياء، ما في قرار أو ما في يعني خطوة للمستقبل، لخطوة للزواج، خطوة لشيء جميل يكون قارب العلاقة، لأنه عم شوف هالإنسان كأنه كان عم أنت عم تحس إنه عم يبيع لك أشياء مش حقيقية، أوكي؟ وهذا نوع من الخصام، أو عندك نوع من الحيرة أو الكونفيوجن عندك داخلياً، ما عارف مش شايف هل هالعلاقة صالحة لإلك؟ او هل الانسان عم يكذب لي لانه يكذب علي. اوكي، لانه عم شوف الانسان بيحكي كلام حلو بس الحقيقه او شيء بالواقع ما عم تلمسه، ما عم تلمس لانه هالانسان يريد تقدم لخطوه للامام. هيدا يعني عامل لك حيره من امرك، ممكن هيدا ممكن تكون انت صارحته بالموضوع وتزاعلته، ممكن حكيته بهالموضوع، وممكن جدا وارد انه هيدا خالق لك نوع من الاشكاليات بفكرك ومو قادر تواجه الشريك. هيدي التو اوبشن كمان صالحة لإلكم. اوكي، عم نشوف كذلك على انه هو ممكن حاليا عنده كتير اشياء يوازنها بالحياة. عنده هالإنسان كتير أشياء يسعى إليها، في نوع من كأنه بيحاول يوازن بين عمله وبينك أنت، وكتير أشياء، في كتير أوبشن بالحياة عنده. ممكن عنده كتير هوايات، هالإنسان بحب السفر، بحب الاكتشاف، وكمان عنده كتير أشياء بحب بده، يعني عنده حيرة من أمره كذلك، لانه عم شوفه بيهتم هالشخص فيك وعم يهتم لعمله، عنده confusion كمان، عنده نوع من الحيرة كذلك على انه اي طريق يتبع. اوكي، ممكن الانسان ما عم تحب فيه لانه منه صريح معك، ما بيعطيك الحقيقي، كانوا عم تشوف انه شخص يماطل، في نوع من الضبابية حتى بالعلاقة، ما عم تشوف الصورة الواضحة اكثر، عم تشوف الانسان جميل وعم يحكيك بنوع من الجمال وما عم يأذيك، بس ما عم شوف شيء واقع، ما عم شوف تطبيق لهالكلام الحلو بالحياة. اوكي، ممكن حتى ايجابيا عم شوفك انسان عم تحسه عنده كتير، يعني عنده كل السبل ليكون ناجح، انسان ممكن وضعه العملي جيد، وضعه المالي جيد، او يسعى الى تحسين وضعه المالي والمادي، عنده كتير اشياء انت عم تشوفها فيه، كتير اشياء ايجابية بشخصيته، حتى ب يعني كتير اشياء ايجابية فيه. اوكي، اما هو ما عم يحب فيك هالنوع، يعني انت بدك دائما الاستقرار، دائما يعني هالموضوع الاستقرار كتير حاسم فيه، اما يعني ما بحس فيك انه جعلت العلاقة فيها نوع من المتعة، بحس انه العلاقة تسير الى منحة الاستقرار والمنحة العلاقة الروتينية اكثر. اوكي، بده هو شوي ياخد وقت ليستمتع، تكونوا مع بعض، تهتموا لبعض، تكون هيك بده هو. ما بحب فيك هالطريقة، وكذلك بحب فيك انه انت انسان عندك شجاعة وعندك مقدم بالحياة، عندك تفاؤل دائما بان الغد سيكون افضل،
وهذا الشيء بحبه فيك. عم شوف انه الانسان هي يعني نيتك انت بظل ببين انه في نوع من النية للزواج، نوع من بدك انت تأسس يعني ترسم العلاقة ويعني تكون يعني مع هالانسان بالزواج. اما هو في نوع من الضبابية بفكره، هالانسان عم يحبك وعم عم عم ينوي معك كتير اشياء، بس حتى الوضع المادي حاليا ما عم شوفه عم يسمح له، لانه الفايف اوف بنتكلز حتى ما ممكن يكون عنده الوضع المادي ليس بجيد، لهيك ما عم يفكر بالاستقلال. بس هالانسان عم يفكر انه انت الشخص المناسب بحياته، في نوع من الحب، وحتى انت يعني تتوافق معه روحيا، اوكي، في توافق روحي كبير بينك وبينه. حاليا اذا يعني نشوف هل سي يعني الخطوة القادمة، في نوع من الضبابية اكثر، بس رح توضح مع الـ مع الـ مع الوقت. يعني هالعلاقة يعني رح عم شوف فيها وضوح اكثر بالمستقبل، بس حاليا عم شوف في نوع من الضبابية، خاصة لإله هو ما عم يشوف الطريق الحقيقية او الطريق اللي هي انسب لإله. اوكي، عم يحسك انه انت الشخص المناسب، بينوي معك اشياء جميلة، بس حاليا فكرة الزواج والاستقرار ما عنده بباله، لانه عنده افكار كتير وعنده عمل، عنده الموضوع العملي كتير شاغل باله، بيأسس حاله اكثر حاليا، لهيك ما عم يفكر بالزواج او بالاستقرار بهذا الموضوع. اوكي، بس انت شخص يعني بشوفه على انه اجمل انسان ممكن يتمنيه. اوكي، هذا اللي عم يطلع لك يا اصحاب القراءة التاني، اصحاب الحجر الازرق، رح نشوف نصائح لك. بقول لك الورا على انه انت بامان، لانه في حمايه لإلك ولطاقتك وحتى لحبك ولبيتك. اوكي، يعني انه هالعلاقه رح تضل محميه ورح تضل كانه الله يحميها، بالرغم من انه عم تشوف كانه العلاقه لا تقول الى شيء من الايجابيه، بس رح تضل هالعلاقه، عم شوف في انه رح تضلوا بهذا الطريق. انا ما عم شوف في خصام او ابتعاد جسدي كبير، بس عم شوف كانه في نوع من الحيره بينك وبينه. اوكي، بيقول لك انه هالسيتويشن او هالمرحلة اللي عم تمروا فيها انت والشريك ممكن يعني هي اللي رح تجعل هيده العلاقة متينة، يعني قوية، يعني كأنه في بس لازم يعني تضلوا مع بعض. وعم شوف انه هالعلاقة رح تضل بالرغم من كل هالشي اللي حاصل حاليا، عم شوفه راح تضل وراح تستمر، بس لازم تتحمل هالأعباء اللي هلأ بالعلاقة. كذلك عم ينصحك الورقة لأنه إذا بدك تنقي طاقتك، الطاقة السلبية اللي حاليا عم تشعر فيها وأوقات عم تحس حالك لست بالجيد، ممكن أنه تروح على مكان فيه ماء، شلالات، بحر، ممكن تغتسل بالماء، يعني أن تلامس الماء، لأنه الماء كذلك بيشيل الطاقة السلبية. أو علاقة عمل، حتى العمل ممكن يطلعوا من هذا العمل، يقدموا استقالتهم أو يغيروا عمل جديد. أوكي، رح يلاقوا عمل جديد، بس عامة انتبه للأيادي،
انتبه كذلك لخسارة الأموال، عم شوفك أكتر عم تبذر مالك، حتى عم شوف ما عم شوف في أموال مقبلة، عم شوف أنه عم تحط مال أو عم تصرف مال أكثر، ما عم تجني مال بهذا الشهر. بس انتبه للخسارة المادية، انتبه لصحتك، لأعينك، للنوم. كذلك حاول تشرب مي كتير. عم شوف كذلك انتبه لأيديك، انتبه من أنه يكون في جرح، لأنه عم شوفك كأنه بالمطبخ ممكن تجرح إيدك. انتبه لهذه الأشياء. أوكي، هذا كل شيء بالنسبة لبرج الحوت. بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب.